وينضم إلينا أيضا الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم، مساء الخير. مساء النور. ربما يعني تابعت حضرتك يعني المكالمات السابقة في هذه التغطية، والموضوع هو معروف وهو حزمة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليوم لمواجهة الحالة الاقتصادية الحالية. أهم هذه القرارات وانعكاسها أيضا على المواطن، وتعليق حضرتك أيضا عليها. الحقيقة طبعا القرارات اللي اتخذتها الحكومة النهاردة مع البنك المركزي، أعتقد أن هي قرارات هدفها الرئيسي هو التخفيف من حدة الأزمة أو الصدمة اللي بتواجهها النهاردة الدولة المصرية، خاصة أنه الظرف عالمي. يعني مصر النهاردة هي جزء من العالم، وبتتأثر طبعا بما يحدث في مثلا زيادات من أسعار التضخم العالمية وانعكاساتها على مصر، وأيضا من خلال الحرب الروسية الأوكرانية. فبالتالي كان هناك يعني طبعا أمام الحكومة إعداد السيناريوهات اللازمة للتعامل مع هذه الأزمات. اعتقد ان حزمة القرارات اللي يعني تم في المصرفي او القطاع المالي غير المصرفي، او خطوات بتتخذها الحكومة المصرية زي مثلا رصد المبالغ اللازمة لمواجهة الأزمة، وتبكير صرف الأجور الزيادات الجديدة في الأجور من شهر ابريل، من شهر 7 شهر 4، طبعا هيفرق الناس. وطبعا أزمة المعاشات، وطبعا التخصيص اللي حصل للتأمين الاجتماعي، وزيادات للإعفاء الضريبي علشان ده ينعكس على أسعار السلع والخدمات في النهاية. نعم. طبعا يعني إجراءات قلت لحضرتك قدر الإمكان من حدة الأزمة. دكتور يعني يبدو ان اشاره التليفون مش واضحه، يا ريت حضرتك تتحرك يعني بس في مكانك بحيث نعرف نسمعك كويس. دكتور يعني انه طبعا الازمه هي ازمه عالميه وبتنعكس علينا احنا كمصريين، وبالتالي كل المؤسسات المصريه من حكومه ومن بنك مركزي ومن طبعا قطاع مالي غير مصرفي، كله بيشتغل لتخفيف حده هذه الازمه. ويمكن توليفه القرارات اللي موجوده النهارده بتغطي جنبات كثيره جدا، وفي قرارات ايضا هتصدر غدا ان شاء الله. زي ما قلت لحضرتك، هو التخفيف من حده هذه الازمه ودرء المخاطر المتوقعه منها. ويمكن صحيح. دوله رئيس الوزراء قال احنا حطينا سيناريوهات يمكن اكثر تشاؤما من ذلك، واحنا بنمر بظرف يمكن كان اشد من ظرف كورونا. يعني ما يحدث اليوم هو طبعا نتيجه تضخم عالمي. صحيح. جاي من حاجتين، جاي طبعا من الطلب المتزايد والنهم على السلع والخدمات جراء طبعا نزوح ازمه كورونا بعض الشيء، وطبعا نتاج الحرب الروسيه الاوكرانيه وانعكاسات ده طبعا على دول العالم، وطبعا رفع البنك المركزي الامريكي او الفدرالي الامريكي معدل الفائده عنه. ده طبعا حطينا في مازق كبير جدا سواء حكومه، انه طبعا هتزيد الضغوطات على الموازنه العامه للدوله، واحنا عارفين ان الحكومه دائما هي اكبر مدين، فبالتالي ده هينعكس على عجز الموازنه بشكل اكبر. ده طبعا هينعكس على الاحتياطي النقدي المطلوب توفيره لاستيراد السلع اللازمه خلال فتره زمنيه معينه. طيب يعني هو يعني دكتور يعني النهارده السيد رئيس الوزراء يعني قال انه اكد انه هناك توجيهات مستمره من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على ضمان توافر السلع للمواطنين على مدار الفتره المقبله، في انه يمكن ان تكون هذه القرارات قد احدثت انفراجة في هذا الامر. لا خليني اقول لحضرتك، يعني هو بالنسبه لتحوط الدوله المصريه كان موجود من ايام كورونا، والحقيقه نجحنا في عبور هذه الازمه. ويمكن كان القرار المتعلق بدوله رئيس الوزراء اللي كان فيه طمانه الناس على توافر السلع اللازمه من الاحتياط الاستراتيجي لمصر خلال فتره يمكن يعني تصل الى 6 شهور ويمكن احيانا 8 شهور في بعض السلع، ده بيطمننا الى حد ما
على يعني توافر يعني السلع التي من الممكن ان يحتاجها المواطن خلال هذا العام على الاقل. احنا بنتكلم ايضا ان احنا الحمد لله قدرنا ان احنا نوفر احتياطي من النقد الاجنبي لا باس به، ان هو ممكن يغطي عندنا احتياجاتنا من فتره الى من 6 إلى 7 شهور، فاحنا ما عندناش مشكله في هذا الامر. يمكن القرارات استاذه اميمه اللي اتخذها النهارده البنك المركزي هدفها زياده حمايه الاصلاحات الاقتصاديه اللي تمت، ومنها طبعا الحفاظ على النقد الاجنبي زي ما قلت لحضرتك، لانه انعكاس مثلا زياده سعر الفايده في الفدرالي الامريكي ممكن ينعكس على السوق المصري في انه اموال مثلا من العمله الصعبه واستثمارات ممكن ان تذهب من اسواقنا الى مثلا السوق الامريكيه او اي سوق اخرى فيها معدلات الفايده بتكون عاليه. فبالتالي كانت هذه الاجراءات كانت لازمه وكانت ضروريه وكانت متوقعه برضو. خلينا اقول لحضرتك في مثل هذا التوقيت الحرج اللي بيمر به العالم بشكل اجمع. فحزمة القرارات النهاردة اللي تم اتخاذها أعتقد أن هي صدرت في توقيت مناسب، وأعتقد أن هي هيكون لها صدى يخفف من حدة أو تبعات إن شاء الله الأزمة اللي بنمر بيها والعالم كله بيمر بيها إن شاء الله، وربنا يسلم بإذن الله. بإذن الله. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد باغا، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، كنت معنا في هذه التغطية الحية والمباشرة. وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام على المتابعة. و